كشف المطرب محمد رشاد عن سبب إجهاض طريقته مي حلمي حينما كان متزوجين قائلا: عمليات التجميل هي السبب، ومي حلمي أغرت عملية شفط كانت السبب في إجهاض الطفلين، مؤكدا أنها لم تعلن ذلك واكتفت بالقول أن الإجهاض كان طبيعيا. ونفى رشاد خلال حواره ببرنامج شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة إيناس الدغيدي تطليق مي حلمي على السوشيال ميديا كما كان شائعا، قائلا: لم أطلقها على السوشيال ميديا أولا، وهي اللي قالت كده عشان الجمهور يتعاطف معها. وتابع: طلقتها أولا ثم أعلنت على السوشيال ميديا، وحاولت العودة لعلاقتنا مرة أخرى، وكانت بتبعت لي على الفيسبوك عشان أسامحها، وطلقتها عند المأذون بسبب السفر خارج مصر بمفردها. وصرح: ضربت مي حلمي مرة وبعد كده ما قررتهاش، والسبب إنها مش بتحب أهلي وبتغير من علاقتي بأهلي. وتابع: أنا شخص عصبي وكنت بخاف أضرب مي حلمي عشان ما أزيهاش، وهي شخصية مستفزة جدا. وتابع رشاد: مي حلمي عليها قضية وعليها حكم شهر سجن، وعرفت الموضوع في كمين شرطة واحنا مسافرين ومعرفش قضية ايه،